بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاكم في المحاضرة دي بقى في الجزء الآخر، الجزء الثاني المكون للمادة بتاعتنا، وهو الجزء الخاص بالمصارف. تعالى كده نشوف هنتناول ايه في هذا الجزء. هنبدأ مع بعض كده نشوف دورة تدفق النقود. احنا خلصنا مع بعض جزء النقود، عايزين نعرف بقى قبل ما ندخل ونتعمق في المصارف، هي النقود اللي احنا اتكلمنا عنها دي وعرفنا ايه صفاتها وايه وظائفها وايه اثر تغير قيمتها على متغيرات كتير، عايزين نعرف النقود دي بتروح فين وتيجي منين، بتتدفق ازاي داخل اي مجتمع. وبعدين نبدأ نشوف ونتكلم عن المصارف التجارية، وبعدين نبدأ نتنقل للمصرف المركزي. تعالى كده مع بعض نبدأ بدورة تدفق النقود. بص معايا كده، دورة تدفق النقود دي عبارة عن ايه؟ اي مجتمع في الدنيا بينقسم لفئتين، فئة اسمها منشآت الاعمال اللي هي المشروعات والشركات، والفئة الاخرى كل الافراد اللي عندي. طب تعالى نبص نشوف النقود. انا هنا بتكلم الرسم اللي قدام حضرتك ده مهم جدا، بالاسهم بتاعته، شوف الاسهم ماشية ازاي، عشان كده بنسميها تدفق. فلو الاسهم دي اترسمت غلط هتبقى الرسم غلط. الافراد دول، نبدأ كده بالافراد، بيعملوا ايه؟ بيروحوا يشتغلوا في المشروعات والشركات الموجودة في اي مجتمع، مقابل شغلهم. ادي بص اول تدفق للنقود اهو هيطلع اهو، مقابل العمل اللي هم بيعملوه في منشآت الاعمال دي بيبدأوا يحصلوا على ايه؟ على دخل. يبقى دي اول تدفق بتاعي، مصادر دخل جاية منين وراحة فين؟ جاية من منشآت الأعمال، رايحة للأفراد مقابل الجهد اللي بذلوه في المنشآت دي في شغلهم. الأفراد ياخدوا الفلوس دي، ياخدوا الدخل ده، يعملوا بيه ايه؟ جزء منه بص معايا هيرجعوه تاني لمنشآت الأعمال في شكل ايه؟ في شكل استهلاك للسلع والخدمات، ينزل يشتري سلعة، يعني ياخد الفلوس دي ويرجعها مرة تانية للمشروع أو الشركة أو المصنع اللي هو أنتج السلعة دي. طب والجزء الباقي من الدخل بتاع الأفراد، الجزء الباقي بقى هيدخره، يدخره فين؟ يحطه فين؟ هيدخروا في مجموعة من المؤسسات بنسميها مؤسسات الوساطة المالية أو المؤسسات المالية. يبقى جزء الباقي عندي من الدخل بتاعي اللي مش هصرفه على السلع والخدمات هتدخره في المؤسسات الوساطة المالية دي، ومقابل المدخرات اللي أنا هحطها عندهم هحصل على إيه؟ هحصل على حقوق. اللي هي إيه الحقوق دي؟ اللي هي الفوائد. خد بالك من الأسهم، فلوس راحة فين؟ النقود ماشية منين راحة فين؟ يبقى المدخرات بتاعتي جاية من عند الأفراد رايحة المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة، وفي المقابل مؤسسات الوساطة بترد لهم جزء من الفلوس دي في شكل إيه؟ فوائد مدفوعة أو حقوق. وتيجي مؤسسات الوساطة المالية تاخد المدخرات دي تعمل فيها ايه؟ لازم تشغلها. يعني ايه تشغلها؟ يعني هتقدم هذه المدخرات لرجال اعمال اخرين في شكل استثمارات، هياخدوها كقروض يستثمروها، يعملوا بيها مشروعات تانية، يعملوا بيها شركات، يعملوا بيها انشاءات، وفي المقابل هيدوا المؤسسات دي حقوق او فوائد محصلة. يبقى هدي قروض في شكل استثمارات عشان يدوني مقابل القروض دي ايه؟ فوائد. يبقى خد بالك معايا، انا تركيز دي الدوره بتاعه تدفق النقود. شفت النقود اللي اتكلمنا عنها راحه فين وجايه منين في المجتمع كله اهي؟ ده معناه ان اللي بيدخل هنا بيرجع يصب فين؟ يرجع يصب في منشآت الاعمال هنا. طب مؤسسات الوساطه الماليه اللي تحت دي دورها ايه؟ دورها من اسمها كده، اسمها مؤسسات وساطه ماليه، يعني تتوسط بين مين ومين؟ بين اصحاب الفوائد الماليه، الناس اللي عندهم فائض من الاموال، فائض من النقود، مش عارفين يعملوا بيه حاجه، لمين؟ لا واصحاب مين؟ واصحاب العجز المالي، الناس اللي عايزه يعملوا مشروعات ويعملوا انشاءات ويعملوا شركات بس معهمش فلوس. عشان كده بنسميها مؤسسات وساطة مالية، تتوسط بين أصحاب الفوائد وأصحاب إيه؟ وأصحاب العجز. مين هي مؤسسات الوساطة المالية دي؟ طبعا هي أنواع كتير جدا مؤسسات الوساطة المالية، بس أحد أنواعها الجهاز المصرفي، المصارف، البنوك. وأهم نوع فيه هناخده مع بعض دلوقتي هو البنوك التجارية.
تعالى نبدأ مع بعض كده بالبنوك التجارية أو المصارف التجارية. المصرف هو البنك. إيه هي المصارف التجارية؟ المصارف التجارية، خد بالك معايا، هبدأ معاك كده وأنا بتكلم في المصارف التجارية عن أي مصرف تجاري في الدنيا لديه أو عليه التزامات. عليه التزامات لمين؟ يلتزم لمين؟ عليه التزامات تجاه فئتين. الفئة الأولى فئة المودعين. إيه التزامه تجاه فئة المودعين؟ إن أي واحد من الناس المودعين اللي أودعوا عنده فلوس في أي وقت يجي يطلب فلوسه، خد بالك معايا، لازم يكون هذا المصرف قادرا وجاهزا على إن هو يرد الفلوس اللي المودع بتاعه طالبها منه. إن شاء الله يكون بالملايين فلوسي، وجيت لك في أي وقت قلت لك عايزها، يبقى لازم يكون المصرف التجاري جاهز على توفير هذه الأموال. يعني إيه؟ يعني يحقق لهم السيولة. يعني إيه جاهز إنه يوفر أموال الأموال المطلوبة؟ يعني قادر على تحقيق السيولة. أي وقت أي مودع يطلب فلوسه لازم يكون المصرف جاهز على تلبية هذا الطلب. طب هل المصرف التجاري ملتزم تجاه هذه الفئة فقط؟ لا حضرتك، ده عليه كمان التزام مهم جدا، الالتزام التاني تجاه المساهمين. تجاه المساهمين ايه الالتزام اللي عليا؟ ان انا احقق لهم ايه؟ احقق لهم ارباح. خد بالك بقى من النقطة دي، ده معناه ان المصرف التجاري لابد ان يكون جاهزا وقادرا على انه يعظم ارباحه، مش يحقق ارباح عادية، ده يعظم ارباحه. ليه؟ عشان يقدر يوفر ربح لمين؟ للمساهمين. طب تعالى كده، عشان يكون المصرف التجاري بتاعي قادر على ان هو يوفر السيولة اللي المودع طالبها، فلازم يكون عندي مكونات لهذه السيولة. يعني ايه مكونات للسيولة؟ يعني يكون المصرف جاهز وموفر جزء من اموال المودعين بيوجهها ناحية اصول بنسميها احنا اصول سائلة. يعني اجي ابص في الميزانية بتاعت المصرف، ابص الاقي مكونات السيولة اللي قدام حضراتكم دي موجودة عندي في الميزانية، اطمن اقول اه ده المصرف ده جاهز، ده المصرف ده قادر يوفر السيولة لأي مودع يطلب فلوسه. طب تعالى نشوف مكونات السيولة لازم تكون موجودة في ميزانية أي مصرف تجاري. ليه؟ عشان يقدر يوفر السيولة لمين؟ لمين؟ للمودع. إيه مكونات السيولة دي؟ أول مكون حاجة اسمها سيولة حاضرة. السيولة بتاعتي تتكون من سيولة حاضرة ومن سيولة شبه نقدية. يبقى في نوعين من السيولة، في سيولة اسمها سيولة حاضرة، يعني ايه حاضرة؟ يعني موجودة جاهزة هتحتاجها اهي في ايديا، والسيولة التانية سيولة شبه نقدية. طب تعالى نبدأ كده بالسيولة الحاضرة. ايه هي السيولة الحاضرة؟ السيولة الحاضرة بتتمثل في النقدية بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية، النقدية اللي حضرتك حطيتها في الخزينة أو الودائع لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى النقدية برضو، بس حضرتك شايلها عند البنك المركزي هنتكلم عنها كمان شوية أو المحاضرة الجاية يعني، والنقدية اللي موجودة اللي حضرتك فاتح بيها وعامل بيها ودائع في بنوك تانية عشان تاخد عليها فايدة. والعنصر الثالث المكون للسيولة الحاضرة حاجة اسمها الشيكات تحت التحصيل. دي شيكات أصحابها بيجوا يحطوها في الحسابات بتاعتهم عشان وقت ما يجي وقتها يجي البنك يحصلها، يحصلها في شكل نقود سائلة. فالبنك بيعمل حسابه يقول طيب يبقى نسبة من الشيكات تحت التحصيل دي هنخليها في شكل نقود سائلة استعدادا لمين؟ استعدادا لأي طلب لسحب أموال، لأي طلب لأي مودع عشان يجي يسحب أمواله. يبقى ده أول نوع من أنواع السيولة اسمها سيولة حاضرة، فلوس في إيديا جاهزة. سيولة أخرى برضو بخد بالك احنا هنا بنعتبرها سيولة اسمها سيولة شبه نقدية، اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا اخد جزء من اموال المودعين ووجهه ناحية الاصول قصيرة الاجل اللي ممكن ان انا احولها بسهولة جدا لنقد سائل. زي ايه الاصول قصيرة الاجل دي؟ زي حضرتك عملت استثمارات في اوراق مالية، رحت اشتريت اسهم، رحت اشتريت سندات، رحت اشتريت اذون خزانة، ودي اسهل انواع الاصول قصيرة الاجل اللي ممكن احولها بسهولة جدا لأموال أو لنقدية سائلة وبدون أي تكلفة تذكر.
دي كده مكونات السيولة. اذا كان البنك عايز نقول، عايزين نقول ان هو جاهز ان هو يقدر يوفر سيولة لأي مودع عايز يسحب فلوسه، يبقى لازم مكونات السيولة اللي قدام حضراتكم دي تكون ظاهرة في ميزانية البنك، والبنك يعتني بيها كويس. لكن زي ما قلت لك، في نفس الوقت هو لازم يحقق ربحية، ومش أي ربحية، ده لازم يعظم أرباحه. ليه؟ ليه البنك بيسعى لتعظيم أرباحه؟ تعال كده نشوف إيه أهمية الربحية بالنسبة للبنك التجاري أو المصرف التجاري. هيعمل إيه بالأرباح دي؟ ده مهم جدا. ليه؟ لأن الربحية دي بيستخدمها البنك نمرة واحد عشان يواجه الأخطار اللي ممكن يتعرض ليها. زي ايه الأخطار دي؟ زي مخاطر الائتمان. الائتمان يعني تقديم القروض. اديت قرض لحد وحصل ان هو أفلس ومعرفش يرد لي القرض، فباخد جزء من الأرباح اللي أنا بحققها وأعمل بيها مخصص اسمه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. أو مخاطر أخرى خاصة بالاستثمارات، حضرتك أنا بستثمر في الأسهم والسندات، تمام. طب افرض حصل هبوط في اسعار الاوراق الماليه، يبقى لازم جزء من الربحيه دي اخدها اعمل بيها مخصص اسمه مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه. او حتى مخاطر التصفيه الجبريه، لو حصل بقى سحب مفاجئ وشديد جدا للكثير من العملاء وما عنديش فلوس، فهضطر اعمل تصفيه لبعض الاصول اللي عندي. او مخاطر السرقه والاختلاس، حد من موظفين البنك سرق او اختلس فلوس المودعين، اعمل ايه؟ لازم اكون جاهز. يبقى جزء من الربحيه دي بتتوجه علشان اواجه بيها اي مخاطر من المخاطر اللي احنا قلنا عليها، سواء مخاطر ائتمان او استثمارات او تصفيه جبريه او سرقه واختلاس. بس كده؟ لا، ده الربحيه كمان مهمه جدا، عشان هي عن طريق الربح اللي انا بحققه ممكن اعمل تنميه لراس المال بتاعي. يعني ايه؟ يعني جزء من الارباح دي بتتوجه ان انا ازود بيها راس مال البنك. طب ايه كمان؟ ايضا الربحيه دي مهمه جدا ان انا اعلن كده الناس كلها واقول ان هذا المصرف حقق ارباح عاليه جدا زي ما بنشوف النهارده. ليه؟ لان ده معناه ان ده دليل على نجاح اداره المصرف. ولما يتم الاعلان ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان ثقه المساهمين في البنك بتزيد. مش بس كده، والطلب على اسهم البنك بيرتفع، وبالتالي اسعار الاسهم بتاعته تزيد. يبقى ده دليل ان البنك ده ناجح، دليل ان ادارته دي ناجحه. دي كلها اسباب تقول لي ليه البنك بيفكر دائما في تعظيم ربحه. يبقى خد بالك، اصبح عندي مشكله. البنك عايز يعمل حاجتين، عايز يحقق هدفين، عايز يحقق هدف السيوله وعايز يحقق هدف الربحيه. طب تعالى نبص كده، انا علشان احقق السيوله، انا كبنك عشان اقدر احقق هدف السيوله اللي قدام حضرتك ده، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اوجه الجزء الاكبر من اموال المصرف التجاري او اموال المودعين اللي موجوده عندي، يعني نحو استخدامات قصيره الاجل. حاجه كده اخرها ان انا اعمل مثلا قرض مدته شهور، شهر شهرين ثلاثة. ليه؟ عشان ابقى جاهز بسرعه، اي حد يطلب مني فلوس ابقى انا جاهز. يبقى انا هنا بحقق ايه؟ السيوله. يبقى ده معناه ان هو يوجه الجزء الاكبر من امواله نحو استخدامات قصيره عشان يقدر يكون قادر على مواجهه طلبات سحب العملاء. لكن في نفس الوقت، خد بالك معايا، في نفس الوقت لازم يحقق ربحيه. بس خلي بالك، كون ان هو يوجه الاموال بتاعت البنك نحو استخدامات قصيره الاجل، وخلي تحت كلمه قصيره دي عينك عليها كده اهو، كلمه قصيره الاجل دي شهر شهرين ثلاثه بالكتير، ده معناه انها ما بتجيبليش عائد، العائد بتاعها قليل جدا. يعني ايه؟ يعني مفيش ربحيه. لكن عشان احقق واعظم الربحيه لازم اعمل ايه؟ بص، لازم اعمل ايه؟ لازم اوجه الجزء الاكبر من اموال المصرف نحو استخدامات مالها متوسطه وطويله الاجل عشان تجيب لي عائد. بس في نفس الوقت الاستخدامات المتوسطه والطويله خطر جدا، لانها ما بتحققليش ايه؟ ما بتحققليش سيوله. يبقى انا لازم اوجهها نحو استخدامات متوسطه وطويله عشان احقق اكبر عائد ممكن، لان زي ما حضراتكم عارفين كلما طالت مده القرض المقدم زادت الفوائد المحصله منه. اصبحنا بالشاشه اللي قدامك دي، اصبحنا قدام مشكله، اصبحنا قدام معضله. اي مصرف تجاري عايز يحقق الهدفين اللي قدامك دول، عايز يحقق سيوله لان ليه عليه التزام تجاه المودعين، وعايز يحقق ربحيه لان عليه التزام تجاه المساهمين. بس عشان احقق سيوله لازم استخدامات تكون قصيره الاجل، عشان احقق ربحيه لازم تكون اصولي متوسطه وطويله الاجل. في تعارض بينهم. طب نحل التعارض ده ازاي؟ خد بالك، هنعمل ايه عشان نحل مشكله التعارض بين السيوله والربحيه؟
هيلجأ المصرف هنا لواحد من المداخل الثلاثة دول، مدخل اسمه مدخل أموال المشتركة، مدخل آخر اسمه مدخل تخصيص مصادر الأموال على الاستخدامات وفقا لأجل استحقاقها، مدخل ثالث اسمه مدخل الأولويات. تعال نمسك كل مدخل ونفهم كل مدخل فيهم بيقول ايه. بتاع مدخل الأموال المشتركة، بص كده هتلاقي ان هذا المدخل غير دقيق، ويعاب عليه انه لا ينظر الى اجل استحقاق كل مصدر من مصادر امواله. هي دي مشكلته، ان هو بيتعامل مع اجمالي مصادر الاموال وليس مع ايه، مع كل مصدر من هذه المصادر على حدة. مشكلتي الاتي، مشكلتي اهو بص حضرتك، انه لا يجب التعامل مع الودائع بمسمياتها، اما لا اتعامل معها بايه؟ لما اتعامل معاها بسلوكها. يعني ايه سلوكها؟ يعني ادرس سلوك هذه الوديعه. عندي نوعين من انواع الودائع، عندي ودائع مستقره وودائع متقلبه. لو صاحب الوديعه حط امواله في وديعه تحت الطلب بقاله مثلا 10 سنين، وفي ال10 سنين دول ما سحبش منها ابدا وعمال يضيف ليها يضيف ليها، دي وديعه مستقره، حرام تحطها او توجهها لاستخدامات قصيره الاجل، يبقى لازم اوجهها لاستخدام يحقق لي عائد كبير. والعكس صحيح، لو واحد تاني بقاله مثلا سنه سنتين ثلاثه بيحط في الودائع تحت الطلب وعمال على طول يحط ويسحب يحط، دي وديعه متقلبه ما تجيش جنبها، دي لازم اموال الوديعه دي كلها تتوجه ناحيه استخدامات مالها، ناحيه استخدامات قصيرة الأجل. يبقى إذا خد بالك، هي الفكرة مش عشان اسمها وديعة تحت الطلب إن أنا أخد الفلوس بتاعتها كلها وأحطها في استخدامات قصيرة، أنت ضيعت جزء كبير جدا، عائد كبير كان ممكن البنك يحققه ويعظم بيه ربحيته. يبقى إذا مش المفروض أتعامل مع الودائع بإيه؟ بمسمياتها، أمال أتعامل بإيه؟ بسلوكها، هل هذه الوديعة مستقرة أم متقلبة؟ مدخل ثالث ممكن يلجأ ليه البنك أو المصرف التجاري علشان يقدر يوازن أو يوائم بين الهدفين المتعارضين بتوع السيولة والربحية، اسمه مدخل أولويات. يعني بحط أولويات لنفسي إزاي؟ إيه الأولويات دي؟ هنعمل الأولويات بتاعتنا إننا نمرة واحد أوجه جزء من أموال البنك ناحية الاحتياجات النقدية الأولية أو اللي بنسميها السيولة التشغيلية. يعني مثلا عايز أخد جزء من الودائع اللي عندي أو من الأموال اللي عندي علشان أحطهم في البنك المركزي تحت اسم نسبة الاحتياطي القانوني اللي هنتكلم عنها إن شاء الله المحاضرة الجاية، أو إن أنا عندي بعض الودائع تاريخ استحقاقها قرب فلازم أكون جاهز، فجزء من الأموال دي هسيبها عندي في شكل نقود سائلة عشان أصحاب الودائع دي لو جم طلبوا الأموال بتاعتهم. دي بنسميها إيه؟ احتياجات نقدية أولية. بعد ما توفر الأولوية دي انزل على اللي بعده، هنعمل إيه؟ هناخد جزء من النقود اللي موجودة عندي عشان أعمل غطاء من الاستثمار الوقائي. ايه الاستثمار الوقائي؟ ان انا اوجه هذه النقود ناحية استخدامات في اصول قصيرة الاجل اللي هي ممكن تحويلها بسرعة وبسهولة الى نقدية وباقل تكلفة ممكن. بعد كده ممكن حضرتك بقى تبص الجانب الربحية، فتبدأ تستخدم اموالك بشكل او الاموال جزء من الاموال المتبقي بيحقق بشكل يحقق الربحية او يعظم الربحية، استثمارات بقى طويلة الاجل، قروض طويلة الاجل، تمام. وفي النهاية خالص والله لو عندك اموال انت واثق ومتأكد انها لن يتم طلبها او يتم طلب السحب عليها خلال فترة زمنية طويلة جدا، ممكن تساهم او ممكن المصرف التجاري هنا يساهم في انشاء شركات مساهمة. خد بالك الشركة المساهمة دي مش سهلة، القرار ده مش سهل، شركة مساهمة معناها فترة طويلة جدا عشان تقدر تحول الشركة دي الى اموال سائلة وتقدر انك انت تلبي طلبات سحب العملاء. ده المدخل الثالث اللي اسمه مدخل الأولويات. طب تعالى نسأل نفسنا سؤال، نفترض ان المصرف التجاري بتاعنا تعرض لسحب نقدي مفاجئ، يتصرف ازاي؟ في درجات للتصرف. الدرجة الأولى لو حصل إن السحب ده كان مؤقت، يعني البنك بدأ يسأل واحد من العملاء عنده عميل كبير جدا، عميل تقيل جدا، عنده ملايين، ونزل مرة واحدة عايز فلوسه،
فيبدأ البنك يسأل ويقابل العميل ده، انت عايز تسحب فلوسك ليه؟ لو تأكد البنك ان العميل ده هيسحب فلوس بشكل مؤقت، يعني الراجل داخل في مشروع عايز يعمل مشروع، والمشروع ده مربح جدا من ناحية دراسة الجدوى بتاعته وهيحقق ارباحه، وعدهم وقال لهم هاخد الفلوس ولما احقق ارباح ان شاء الله هبقى احط الارباح عندكم. في الحالة دي البنك يتصرف ازاي؟ في الحالة دي البنك بيلجأ للأرصدة المتوفرة عنده اللي هي النقدية اللي موجودة عنده، ولو النقدية اللي عنده ما كفتش يقدر يلجأ للاحتياطي بتاعه لدى البنك المركزي. طب بعد فترة وجد البنك إن السحب ده استمر، فضل موجود، ما هوش سحب مؤقت، ده عميل تاني نزل وطالب فلوسه، عميل تالت نزل وطالب فلوسه. يبقى في حالة ان السحب يستمر، في الحالة دي لو ما عنديش سيولة بقى هضطر ألجأ للبنك المركزي وقوله الحقني اديني قرض. بس خد بالك القرض اللي انت هتاخده من البنك المركزي بيكون قصير الاجل جدا، لا يتعدى ايام، هو بس بيحل لك مشكلة، بيحل لك ازمة، بس بيقول لك بعد كده تتصرف وتشوف الاصول قصيرة الاجل اللي عندك تحولها بسرعة وتسدد لي القرض بتاعي. طب نفترض انه بعد ما اخد القرض من البنك المركزي حصل ان السحب اشتد وما بقاش عميل ولا اتنين ولا تلاتة، ده بقى عدد كبير من العملاء وكلهم عملاء كبار وتقال، يعمل ايه البنك في الحالة دي؟ ما قدموش غير انه يلجأ بقى الارصدة بتاعته عند البنوك الاخرى، وفي بعض الاحيان هيضطر يراسل البنوك الخارجية اللي خارج القطر عشان ياخد منها الارصدة بتاعته اللي بره. دي المستويات اللي يقدر البنك التجاري او المصرف التجاري يلجأ ليها عشان يعالج مشكلة السحب ويقدر ان هو يحقق هدف السيولة. ده كده جزء خاص بالمصرف التجاري، اتمنى ان هو يكون وصل لكم، وان شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة. سلام عليكم.